الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة الأحزاب إلى الآية 63 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا لرسوله صلى الله عليه وسلم إنه لا علم له بالساعة، وإن سألك الناس عن ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، وإن سأله الناس عن ذلك وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل. يعني إذا سأله الناس عن الساعة فيجيبهم عليه الصلاة والسلام إنه لا علم له بها، وإنما العلم بذلك عند الله سبحانه وتعالى، كما قال له في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية. سورة الأعراف مكية، وهذه السورة التي معنا التي هي الأحزاب نزلت بشأن غزوة الأحزاب فهي مدنية. فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها، يعني سواء في السور المكية أو المدنية دائما يحيل الله سبحانه وتعالى علم الساعة إليه وحده عز وجل. قال لكن أخبره أنها قريبة بقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، كما قال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالساعة قريبة، وذلك أن من أشراط الساعة قال في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، فعد عليه الصلاة والسلام وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني شرطا من أشراط الساعة. فهي قريبة يعني قربا نسبيا بالنسبة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الزمان يعني شيء يسير مقارنة بما مضى منه منذ بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام. فما مر من عمر الكون يعني أعظم بكثير مما بقي منه، فهي قريبة قربا نسبيا، لأنه قد يقول قائل يعني مر على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 45,400,000 سنة، وعلى وفاته عليه الصلاة والسلام يعني ننقص 10 سنوات من هذا التاريخ، فيكون هذا قد مر على وفاته عليه الصلاة والسلام يعني 1,435 سنة على الوفاة، 1,445 على الهجرة. يعني هذا العدد من السنوات هو شيء يسير وقليل مقارنة بما مضى من عمر الكون ومن بدء الخلق. قال ثم قال إن الله لعن الكافرين، أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا.
أي في الدار الآخرة، خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين، فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها، لا يجدون وليا ولا نصيرا أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، أي يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم، يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني عندما يسحبون على وجوههم في جهنم عياذا بالله تعالى يتمنون أنهم كانوا في الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أخبر عنهم في حال العرصات، والعرصات أي الساحات أو الأراضي المنبسطة، والمقصود يعني أرض المحشر. في العرصات، عرصات يوم القيامة يعني أرض المحشر يوم القيامة. فأخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون يعني في أرض المحشر، فقال سبحانه وتعالى، قال بقوله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه يعني كناية عن الندم والأسف والحسرة، فالظالم يعض على يديه يعني حسرة وندامة، ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، الكفار سيتمنون يوم القيامة أنهم كانوا مسلمين في الدنيا. قال: هذه طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، فيورد آيات كريمة في هذا المعنى أن الكفار يوم القيامة يتمنون أنهم كانوا مسلمين، ويتمنون أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا. قال: وهكذا أخبر عنهم في حالهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال طاووس من أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سادتنا يعني الأشراف، وكبراءنا يعني العلماء. رواه ابن أبي حاتم. يعني وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا يعني أمراءنا، الأمراء والرؤساء والملوك، وكبراءنا يعني علماءنا، أطاعوا الرؤساء والأمراء وأطاعوا علماءهم الذين كانوا يعني ضالين، لأن هنا في سياق الندم والحسرة على طاعة يعني علماء السوء وعلى طاعة أمراء السوء، فأضلون السبيل، أضلوهم عن طريق الحق، أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة، وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئا وأنهم على شيء، فإذا هم ليسوا على شيء. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يعني الأتباع الكفار يعني منهم متبوعون ومنهم أتباع، فالأتباع يدعون الله تعالى أن يعطي المتبوعين ضعفين من العذاب، أن يعذبهم عذابا مضاعفا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي بكفرهم وإغوائهم إيانا،
ولعنهم لعنا كبيرا. قال: قرأ بعض القراء بالباء الموحدة، وقرأ آخرون بالثاء المثلثة. قراءة عاصم، انفرد عاصم بقراءة ولعنهم لعنا كبيرا، وأما بقية القراء العشرة فقرأوا ولعنهم لعنا كثيرا، ولعنهم لعنا كثيرا بالثاء. قال: وهما قريب المعنى، اللعن الكثير واللعن الكبير المعنى قريب، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: أخرجاه في الصحيحين، يروى كبيرا وكثيرا وكلاهما بمعنى صحيح. يعني ضرب مثالا بهذا الدعاء، أيضا ورد فيه كبيرا وكثيرا وهما بمعنى يعني قليل. قال: واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة. إذا دعاء من الأدعية النبوية ورد بصيغتين أو باختلاف في الرواية أو كيفية النطق باللفظ، فهل يعني يدعو باللفظين معا ويجمعهما؟ فالإمام ابن كثير رحمه الله ذكر أن بعض العلماء استحب ذلك، ولكنه يرى أن الصواب أنه لا يجمع بين الروايتين يعني في دعاء واحد، وإنما يدعو بهذه الصيغة مرة وبالصيغة الأخرى مرة أخرى. يعني لا يقول يعني إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلهما في وقت واحد، وإنما مرة يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ودعا به في مرة أخرى قل ظلمت نفسي ظلما كبيرا. قال: كما أن القارئ مخير بين القراءتين، أيتهما قرأ فحسن، وليس له الجمع بينهما والله أعلم. يقول مثل اختلاف القراءات، فالإنسان إذا كان يصلي مثلا لا يقول يعني ملك مالك يوم الدين، يجمع بين القراءتين في نفس الركعة أو نفس الصلاة، ولكن يعني له أن يصلي مرة فيقرأ ملك يوم الدين، وفي مرة أخرى مالك يوم الدين، لكن لا يجمع بينهما في وقت واحد. طبعا هذا يعني إذا كان على سبيل التعبد في الصلاة، أو يعني تلاوة ختمة ونحو ذلك. أما إذا كان يعني على سبيل التعلم في درس التعليم، يعني إذا كان في درس تعلم القراءات أو كذا، فلا مانع أن يجمع بينها لغرض التعلم والاستفادة. نعم. يقول: وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ضرار بن سرد قال: حدثنا علي بن هاشم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه في تسمية من شهد مع علي رضي الله عنه الحجاج بن عمرو بن غزية، قال: وهو الذي كان يقول عند اللقاء: يا معشر الأنصار، أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يعني كان يغزو مع علي رضي الله عنه، وكان يحث يعني أصحابه على ألا يكونوا من هؤلاء الذين يقولون إنا أطعنا سادتنا. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا، وذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. قال: هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصرا جدا. يعني الإمام البخاري رحمه الله له كتب في صحيح، فمنها كتاب التفسير يذكر فيه الأحاديث الواردة في تفسير الآية. ففي كتاب التفسير عندما مر على هذه الآية فذكر تفسيرها إيه، أو أورد فيه الحديث مختصرا، يعني كان موسى رجلا حييا وذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فأورده إيه مختصرا هكذا. قال: وقد رواه في أحاديث الأنبياء بهذا السند بعينه عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني من البخاري رحمه الله يعني أحيانا يختصر الحديث بسبب أنه رواه مطولا مفصلا في موضع آخر، فيشير إليه يعني إذا تكرر. ويعني عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا كان الحديث عنده بأسانيد متعددة فيكرره مطولا في الموضعين، لكن كل مرة بسند مختلف، فلا يخلو التكرار من فائدة. يعني وإن كان المتن يعني هو نفس المتن ولكن بسند آخر، فيكون فيه فائدة حديثية تتعلق بالسند إن لم تتعلق بالمتن. أو أحيانا يكون المتن فيه اختلاف فيريده هنا بلفظ وهناك بلفظ آخر، لكن إذا كان عنده يعني نفس الحديث بنفس السند ونفس المتن فاحتاج أن يكرره، فحينئذ يختصره، يعني يشير إليه حتى لا يكرر يعني رواية الحديث كاملا بنفس السند ونفس المتن. فمثل هذا الموضع يعني كان عنده الحديث نفس السند ونفس المتن فأورده مرة كاملا ومرة أخرى مختصرا. طيب، الرواية الكاملة: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. يعني كما في الروايات الأخرى يعني فيها أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، كانوا يغتسلون عراة يعني الرجال كانوا يغتسلون معا فيتعرون، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا، ويجوز أيضا في اللغة أن يقال ستيرا، فكان يعني يحب الستر ومتصفا بالحياء، فكان لا يحب أن يغتسل عريانا معهم، فكان يعتزل قومه إذا يعني أرادوا الاغتسال، فيعتزل قومه ويغتسل وحده في مكان بعيد لا يراه فيه أحد. فبنو إسرائيل يعني آذوا موسى عليه السلام، قالوا: ما يمنعه أن يتجرد من ثيابه ويغتسل عريانا يعني معهم كما يفعلون، إلا أنه يعني فيه عيب في جلده، إما برص، المرض المعروف يعني الذي يكون فيه اختلاف يعني لون الجلد، يعني بعضه أبيض وبعضه أسود وكذا، فإما برص وإما أدرة، وإما أدرة، والأدرة يعني هي انتفاخ الخصيتين، انتفاخ الخصيتين، فقالوا يعني به يعني هذا الداء في أعضائه، وإما آفة يعني أكيد فيه يعني آفة ما في جسده لا يريد أن نراها، فلذلك هو يغتسل وحده. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام،
فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل. خلع ثيابه فوضع الثياب على حجر كان موجودا، فوضع ثيابه على حجر وذهب يغتسل. فلما فرغ أقبل، كيف عندكم في النسخة؟ أقبل إلى أقبل إلى ثيابه أو على ثيابه، أقبل إلى ثيابه أو على ثيابه يعني أو إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، وإن الحجر عدا بثوبه، عدا بثوبه يعني مضى مسرعا، عدا يعدو يعني من العدو اللي هو الركض والسرعة، يعني الحجر كأنه إيه؟ كأنه صار يركض ويجري بسرعة. فالحجر أخذ ثوبه وتدحرج يعني وجرى بالثوب. فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حجر يعني يا حجر، أداة النداء محذوفة، وحذف أداة النداء هنا في فصاحة وبلاغة، أنه يعني الموضع موضع استعجال وسرعة، يعني كأنه من السرعة يختصر الكلام، حجر ثوبي حجر ثوبي يعني. حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، يعني الحجر ظل يركض ويجري حتى وصل إلى بني إسرائيل، يعني جرى الحجر بأمر الله تعالى وهو يجري وراء الحجر حتى يمسك ثيابه ويأخذ ثيابه. فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون. فرأوه عريانا عليه السلام ووجدوه يعني صحيح الجسد، ليس به شيء من العيوب يعني التي يقول. وقام الحجر، وقام الحجر يعني ثبت مكانه، الحجر يتوقف عن العدو يعني أدى مهمته خلاص، فتوقف الحجر عن العدو. فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، طفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. الحجر صار فيه يعني علامات يعني ندوب يعني من أثر الضرب ثلاثا أو أربعا أو خمسة، يعني صار فيه خمس علامات من أثر ضرب موسى العصا الحجر بالعصا، بس ما انكسر يعني، لا ما انكسر بس ترك يعني علاماته، يظهر أنه كان موسى قوي يعني قويا عليه السلام. نعم، والعصا كمان قوية ما انكسر. قال فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال وهذا سياق حسن مطول، وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. هذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم، يعني لم يرويه مسلم وإنما رواه. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلاس ومحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورواه خلاس ورواه أو يعني عن الحسن وعن خلاس وعن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تابعي يروي عن أبي هريرة، يعني عوف يروي عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويروي عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه. ثم ساق الحديث كما رواه البخاري مطولا. قال ورواه في تفسيره عن روح عن عوف به. ورواه ابن جرير من حديث الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا.
يعني يورد إيه ألفاظا وروايات عديدة لنفس الحديث. قال: وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني كذلك إيه الحديث جاء بأسانيد عن أبي هريرة وجاء بأسانيد أخرى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال له قال قومه له: إنك آدر. إنك آدر يعني بك أدرة، والأدرة يعني هي انتفاخ الخصيتين. فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة، فخرجت الصخرة تشتد بثيابه يعني تسرع بثيابه، وخرج يتبعها عريانا حتى انتهت به مجالس بني إسرائيل. قال: فرأوه ليس بآدر، فذلك قوله، فبرأه الله مما قالوا. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس سواء. قال: وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الألمي قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، وإنه أتى أحسبه قال الماء ليغتسل، فوضع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته. فقالت بنو إسرائيل: إن موسى آدر وبه آفة، يعنون أنه لا يضع ثيابه. فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء مجالس بني إسرائيل، فنظروا إلى موسى عليه السلام كأحسن الرجال أو كما قال، فذلك قوله، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال: حدثنا الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تلاحظون يعني أيضا أورد رواية، أورد عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن أنس، وهنا عن علي رضي الله عنه في قوله: فبرأه الله مما قال. قال: صعد موسى وهارون الجبل، فمات هارون عليه السلام، فقال بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته، كان ألين لنا منك وأشد حياء، فآذوه من ذلك، فأمر الله الملائكة فحملته، فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته، فما عرف موضع قبره إلا الرخم. والرخم يعني طائر، يعني كأنه من فصيلة النسور، يعني من الطيور ذات المخالب، يشبه النسر أو من فصيلة النسور أو كذا. فهذا الطائر يعني هو الذي عرف إيه موضع قبر هارون عليه السلام، وإن الله جعله أصم أبكم، يعني هذا الطائر يعني. قال: وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن مسلم الطوسي عن عباد بن العوام به. ثم قال يعني الإمام جرير الطبري، يعني أن هذه قصة أخرى في إيذاء موسى عليه السلام، الروايات السابقة عن أبي هريرة وابن عباس وأنس، أن إيذاءهم لموسى أنهم يعني اتهموه بعيب في جلده أو في خصيتيه أو كذا عليه السلام. والرواية التي عن علي رضي الله عنه أنهم اتهموه أنه هو الذي قتل هارون عليه السلام، فبرأه الله من ذلك وجعل الملائكة يعني تخبر عن، يعني تريهم جسد هارون وتخبر أنه يعني لم يقتله موسى عليه السلام. ثم قال: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى، وجائز أن يكون الأول هو المراد، يعني قد يكونون آذوه
مسألة يعني اتهامه بعيب في جلده، أو آذوه باتهامه بقتل هارون عليه السلام. قال فلا قول أولى من قول الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم آذوا موسى أيا كان نوع الأذى، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال ابن كثير رحمه الله قلت يحتمل أن يكون الكل مرادا، أو يحتمل أن يكون الكل مرادا وأن يكون معه غيره، والله أعلم. يعني ابن كثير رحمه الله يقول يعني دائما طريقة في التفاسير المأثورة أن نجمع بينها ونقول إن الآية تشمل كل هذه التفاسير، فلا مانع أنهم آذوه بهذين النوعين من الأذى، يعني آذوه باتهامه يعني بعيب في بدنه، وآذوه أيضا باتهامه بقتل هارون عليه السلام، وبرأه الله مما قالوا في القصتين. قال ويحتمل أيضا أن يكون مع ذلك غيره، يعني آذوه بأمور أخرى غير هذين الأمرين، يعني لا مانع أن يكون آذى موسى بأشياء عديدة، وهذان يعني مثالان من أنواع الأذى الذي تعرض له موسى عليه السلام، لا يراد حصر الأذى في هذا فقط. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فاحمر قال فقلت يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. يعني عبد الله بن مسعود قال للرجل الذي قال هذه الكلمة، قال يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر الغضب في وجهه، إذا غضب احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وكذلك يظهر الفرح والسرور في وجهه، إذا سر تنور وجهه أو تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم حتى يعرف البشر في وجهه. يعني كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يعني يظهر في وجهه أثر السرور أو الحزن أو الغضب، يبدو ذلك على وجهه ويعرفه كل من يعني حوله عليه الصلاة والسلام. فهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام فاحمر وجهه، ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني سمع بما قاله هذا الرجل فقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمشي به. قال طريق أخرى، رواية أخرى لهذا الحديث، قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم المولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وإني سليم الصدر. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه. قال فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه والله ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة. قال فتثبتت حتى سمعت ما قال، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت لنا لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا،
فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم قال: دعنا منك، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. يعني هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم ألا ينقل إليه أحد شيئا مما يعني يفعله أصحابه، حتى لا يتغير صدره يعني تجاههم، وحتى يخرج سليم الصدر عليه الصلاة والسلام. لكن يعني كأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني فهم من هذا الحديث يعني أنه عام وأنه يوجد ما يخصصه، مثل قضية النهي عن الغيبة، لكن هناك حالات يعني مستثناة من ذلك، يعني في الغيبة إذا كانت يعني لأجل الاستفتاء أو التحذير يعني من ظالم، أو في حالة التظلم إلى غير ذلك، يعني من الحالات التي أذن فيها في الغيبة يعني. فكذلك عدم رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الأمور التي يعني ضررها على صاحبها وشيء يعني يمكن ستره، لكن إذا كان شيء يدل على أن شخصا يعني ليس صادق الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني يضمر سوءا بالمسلمين أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، فيكون يعني تحذير النبي عليه الصلاة والسلام منه فيه يعني مصلحة للمسلمين حتى ينتبه له وكذا. فكان ابن مسعود رضي الله عنه اجتهد يعني أن هذه الصورة مما يستثنى، وأنه عليه أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة يعني. قال: وقد رواه أبو داود في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم به مختصرا: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال: وكذا رواه الترمذي في المناقب عن الذهلي سواء، إلا أنه قال زيد بن زائدة. ورواه أيضا عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد كلاهما عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم به مختصرا، فزاد في إسناده السدي. ثم قال: غريب من هذا الوجه. قال: وقوله وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل. موسى عليه السلام يعني آذوه في الدنيا، ولكنه وجيه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، له جاه عظيم ووجاهة عند ربه سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما يشاء الله عز وجل. يعني كل شيء سأله ربه سبحانه وتعالى أعطاه الله إياه، إلا مسألة واحدة، وهي أنه قال: ربي أرني أنظر إليك، فمنعه الله تعالى من ذلك في الدنيا، لأن الأجساد في الدنيا لا تقوى على النظر إلى الله سبحانه وتعالى، وليست معدة لذلك، ولكن يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه. يعني من وجاهته العظيمة عند ربه سبحانه وتعالى أنه دعا الله عز وجل أن يكون أخوه هارون نبيا، فاستجاب الله دعاءه وأرسل هارون معه وجعله نبيا، فأجاب الله سؤله وقال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ومن مكانة موسى عليه السلام عند ربه سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال: وألقيت عليك محبة مني، وقال سبحانه وتعالى:
واصطنعتك لنفسي. فالله سبحانه وتعالى يعني اصطنعه لنفسه وألقى عليه محبة، كما مر بنا يعني لا يراه أحد إلا أحبه عليه السلام، يعني ألقى الله تعالى عليه محبة، وقالوا يعني ملاحة في وجهه، ويعني ولا يراه في أخلاقه وسمته عليه السلام، لا يراه أحد إلا أحبه عليه السلام. صعب كان ممكن ناخذ الايتين دول نقف ان شاء الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال يقول تعالى امرا عباده المؤمنين بتقواه وان يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. هذا معنى قولا سديدا، يعني مثل سداد السهم، يعني يكون مستقيما لا ليس فيه اعوجاج ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وذلك أنه يجار من النار ويصير إلى النعيم المقيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله، يعني أبو بردة عن أبي. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجلسنا، فقال: إن الله أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا. ثم أتى النساء فقال: إن الله أمرني أن آمركن أن تتقين الله وتقلن قولا سديدا. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى: حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن عمران الزهري قال حدثنا عيسى ابن سمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا سمعته يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. قال: غريب جدا، يعني درجة الحديث فيه يعني غرابة، الغرابة الانفراد يعني. وذلك أن هذه الآية الكريمة هي ضمن الآيات الثلاث التي هي في خطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم حاجة فليقدم بين يدي حاجته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر دعاء خطبة الحاجة المعروف. وفيه قراءة ثلاث آيات، هذه الآية واحدة من هذه الآيات. فكان عليه الصلاة والسلام يعني يخطب بها على المنبر، ففي هذا الحديث أنه كان يعني ما قام على المنبر إلا يعني قرأ هذه الآية. قال: وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن محمد بن كعب عن ابن عباس موقوفا: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. يعني إذن هذه من أسماء لا إله إلا الله في القرآن الكريم. كلمة لا إله إلا الله لها أسماء عديدة في القرآن الكريم، يعني في التفاسير المأثورة
فمر بنا مثلا إيه كلمة طيبة قالوا هي كلمة لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى قالوا هي لا إله إلا الله، مثلا وجعلها كلمة باقية قالوا هي كلمة لا إله إلا الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قالوا هي لا إله إلا الله، وقال صوابا قالوا قال لا إله إلا الله، من اتخذ عند الرحمن عهدا قالوا العهد هو لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى قالوا ألزمهم كلمة لا إله إلا الله. فهنا يعني في هذه الآية وقولوا قولا سديدا قال عكرمة القول السديد لا إله إلا الله، فلها أسماء كثيرة في كتاب الله تعالى وهذا أحد أسمائه. وقال غيره السديد الصدق، وقال مجاهد هو السداد، وقال غيره هو الصواب، قال والكل حق، يعني لا تعارض. قولوا قولا سديدا يعني نجمع التفسير المأثورة كلها، يعني قولوا قولا سديدا يعني قولوا لا إله إلا الله، وقولوا الصدق، وقولوا الصواب، وقولوا السداد، فكل ذلك يعني لا تعارض بينه، والآية تشمل ذلك كله. بقي آخر آيتين من السورة لكن تفسيرها طويل، موضوع الأمانة، فنجعلها في درس القادم إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورمضان يعني مبارك، ونلتقي إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى.